عربيا لعلكم تعقلون. أضواء البيان، البرنامج يكشف عن أسرار العربية والبيان من خلال القرآن الكريم وكلام البلغاء، كما أنه ينبه على بعض الأغلاط الشائعة ويعرض إلى طائفة من الفتاوى اللغوية. أضواء البيان يأتيكم مباشرة الخميس عند الرابعة عصرا. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. السمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء المتجدد وإياكم في أضواء البيان، وفيه نعرض إلى أهمية اللغة العربية في المجتمع. يسرنا أن يكون معنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج ضيفنا الدائم، ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العزيز ابن علي الحربي، رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية في مكة المكرمة، وأستاذ علمي القراءات والتفسير بجامعة أم القرى، وخطيب جامعة التخصص بمكة، الذي نأنس ونسعد بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز وحياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. أهلا وسهلا بكم يا شيخنا. أيضا أرحب بكم، أنا محمد القرني وأخي ياسر عبد الله زيدان من الإخراج. كذلك أيها الأحبة، سوف نستقبل مشاركاتكم ومداخلاتكم على أرقام الاتصال التي سوف نذيعها لكم إن شاء الله في ثنايا هذه الحلقة. كنا في الدرس الماضي قد توقف شيخنا فيما تيسر من سورة النجم عند الآية السادسة، كذا شيخ عبد العزيز، فلعلكم تكملون بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. كنا قد شرحنا فاتحة سورة النجم وبلغنا إلى قوله سبحانه وتعالى، أو بلغنا قوله سبحانه وهو بالأفق الأعلى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وشرحنا معنى استوى وقلنا إن هذا الضمير على الأرجح يعود إلى جبريل عليه السلام، وهذه الضمائر كما سيأتي هي عائدة إليه. وبينا معنى الاستواء وأن المعنى هنا فارتفع، ويمكن أن يكون أيضا له معان أخرى، ومما ذكرناه أنه استوى في مكانه، يعني استقر في مكانه، لأن استوى تأتي بمعنى صعد واستقر وعلى وارتفع، وتأتي أيضا بمعنى تم، لا سيما إذا لم تقترن بحرف جر. ومثال ذلك ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، سورة القصص، وهذا في شأن موسى عليه السلام. ونعم، وأما في آية يوسف فليس فيها واستوى، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وقال بعضهم إن المعنى إن جبريل استوى على صورته التي خلق عليها، على معنى تم أيضا، لا سيما أن الفعل هنا لم يقترن بحرف جر. وذكرنا في ذلك أيضا أقوالا، منها أن المعنى أيضا استوى القرآن في صدره، في صدر محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قول بعيد. وبعضهم قال المراد باستوى استوى الله، وهذا أيضا أبعد من القول الذي قبله. وهنالك قول أيضا غريب لابن جرير الطبري، ولم أذكره في الحلقة الماضية، وهو أن المعنى استوى هو ومحمد. الضمير هنا يعود إلى جبريل، ولكن يعطف عليه
النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كون غريب من حيث اللغة ومن حيث المعنى أيضا، إن هذا يعني من غرائب بن جرير الإمام الجليل الذي كان مشاركا في فنون عديدة، ولكن له غرائب. العلامة ابن جرير الطبري له بعض الغرائب في التفسير، وله بعض الاختيارات القليلة التي لا تستند إلى تفسير تأويل صحيح، ولا إلى أحيانا ولا إلى لغة صحيحة أو فصيحة. ما علّت هذا الشيخ عبد العزيز؟ الفهم، يعني الكثير من العباقرة أحيانا تخرج أفهامهم إلى معاني بعيدة ويستحسنونها، وهذا العلة العامة هي الطبع البشري، ما من عالم إلا وله خروجات وله اختيارات أحيانا تكون بعيدة. مثلا هذا مثال، ومثال آخر أيضا في سورة القصص بقوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. هذا هو المعنى، ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ما نافية، والمعنى ليس لهم الخيرة، إنما الخيرة لله، الله هو الذي يختار. لكنه اختار ابن جرير شيئا آخر وجاء بقول جديد، وهو أن المعنى وربك يخلق ما يشاء، ونقف بعد ذلك ويختار ما كان لهم الخيرة. اسم موصول. نعم، يختار الذي كان لهم الخيرة، يعني يختار ما يختارونه أو ما كان فيه الخيرة له. وهذا بعيد أيضا وغير متبادر إلى الذهن، وهو قول لم يقل به أحد ما أعلم إلا هو. وهكذا مثلا قوله هو الله في السماوات، يرى أنها محل، أنه محل وقف، وفي الأرض يعلم سركم، هو الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون، سورة الأنعام في أولها. فهو اختار هذا القول ونقله عنه ابن كثير، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون. صحيح المعنى صحيح، ولكن قد جاءت آيات وشواهد تدل على صحة المعنى الثاني، وأن الله في السماوات وفي الأرض معنى أنه معبود في السماوات وفي الأرض، كما قال سبحانه: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. فهو إله في السماوات وفي الأرض، هذا أيضا من اختياراته، لكن قد يصح المعنى ولكن يكون فيه غرابة ويكون فيه خروج عن الظاهر والمتبادر، وهذا الخروج عن المتبادر إلى الذهن هو من أسباب التضعيف الشيء إذا خرج عن الظاهر والمتبادر إلى الذهن. نعم، يعني شيخ عبد العزيز، الوقف في قراءة الآيات سواء كان برسم الوقف أو ما كان عليه السلف في رسم الوقف من الصلة والوقف اللازم والوقف الجائز وما إلى ذلك من الأمور، يعني هذا يحدد معنى الآيات أو مضمون الآيات وبالتالي التأويل فيها، وكذلك اللغة يا شيخ، إذا كان مثل هذه الآية فاستوى كيف يكون فعل يشمل اثنين؟ نعم، هو يقول يشمل واحدا ويعطف عليه، لكن بالنسبة للوقف هو مبني على اللغة العربية، ولهذا هذه الرموز الموضوعة في المصحف هي اجتهادية، فبعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها قوي وبعضها دون ذلك، وهي متفاوتة بحسب الاختلاف لأنها وضعت في العصر الحديث هذه الرموز، فليست من الوقوف التي يعني هي منقولة عن الصحابة، ولكنها محل اجتهاد تعود إلى التفسير، وأحيانا ترجح اللجنة مثلا التي وضعت هذا الوقف قولا
ويرجح غيرهم غير هذا القول، ولذلك يعتمدون في هذا أحيانا على المصاحف على الكتب السابقة وكتب الوقف كوقف أبي عمرو الداني أو وقف الشموني نعم أو الوقف كتاب الوقف النحاس أو الكتب الأخرى التي كتبت في الوقف وهي ليست كثيرة، ولذلك تجد اختلافا بين المصاحف. مصحف المجمع مثلا فيه رموز ليست موجودة في بعض المصاحف الأخرى، ولكنه من أعدل المصاحف، لأن اللجنة التي كانت موجودة وكونت لمصحف المجمع الملك فهد كانت يعني مكونة من قراء ومن مفسرين، ولذلك حصل بعض التغيير وحذفوا كلمة مثلا لا من آخر الآيات، بعض المصاحف كان فيها لا فيها فويل المصلين لا، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون فيه لا يعني لا تقف، فحذفوها أولا لأن الوقوف على رؤوس الآية سنة وخلاص هي محل وقف ما هو محل قطع قراءة. وكذلك في بعض الوقوف الأخرى مثل مثلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كان هذا كان محل وقف لازم ثم غيروه إلى قلع قاف واللام أي الوقف أولى في هذا، لأن هناك رأيا قويا أن المحل هذه الآية ليست محل وقف، وأنها كما شرحناها في مرة في حلقة من الحلقات، وأن المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هم الراسخون يعلمون تأويله، وهذه الواو عاطفة وإلا فما فائدة المجيء بالراسخين، لأن العامة أيضا يقولون كل من عند ربنا هذا أمر يشترك فيه الجميع. وهناك رأي أيضا معتدل تيمية في هذا، هو إذا كان المعنى الحقيقة فهذا لا يعلم تأويله إلا الله فيكون محل وقف، وإذا كان المعنى التفسير فهذا يعلمه الراسخون أيضا لأنه يفسرون كلام الله ويؤولونه على هذا المعنى فلا يكون محل وقف على هذا المعنى، وهذا ممكن وهو كاستعمال مشترك في معنيين أو في أكثر من معنى. طيب خير إن شاء الله، خرجنا عن لا بأس الموضوع، لكن في كله في كتاب الله الحمد لله. إذن هذا القول الذي قاله جرير لأن قاله أيضا ابن كثير واستغرب، يعني قال إنه غريب ولم أجده لغير. طيب بعد ذلك وبالتالي لا يؤخذ به يا شيخ، لا يرجح يعني. لا 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 يؤخذ به. طيب قول بعيد، ولهذا أظنه قال بعد ذلك وهو في الأفق الأعلى أي محمد صلى الله عليه وسلم ضمن، لأنه إذا قدرنا أن المعنى فاستوى هو ومحمد، وهو أي محمد من الأفق الأعلى، لكن وهو المراد به جبريل. إذا ونحن نشرع الآن في الآية الجديدة، وهو أي جبريل بالأفق الأعلى، وهو بضم الهاء وفي قراءة بالإسكان، وهذا في كل القرآن، هو حيثما جاءت في القرآن الكريم بعد هو أو اللام أو حتى الفاء فهي بالضم وبالإسكان، والإسكان للتخفيف، وكذلك في ثم هو يوم القيامة لدى بعض القراء ثم هو بدل ثم هو بالتسكين بإسكان أنا، وفي اللغات العربية يجوز في لغات قليلة وبعضهم قال للضرورة تشديد الواو، يقول هو كما نقول نحن الآن هو في لغة الدارجة العامية. نعم، وشاهده قول حسان بن ثابت وإن لساني شهدة يشتفى بها وهو على ما صبر الله علقم، والبيت طبعا لا يتزن البيت إلا بتشديد الواو، هذا ضرورة طويل. ضرورة، وبعضهم قال هي ضرورة من حيث إنه يجب الالتزام بها فقط، وإلا فهي في الأصل لغة،
فإذا صحت لغة فلا تكون ضرورة، لكن الضرورة فقط من أنه لا يسوغ له إلا هذا، لا يسوغ له إلا التشديد، وهو لأن هذا من البحر الطويل حول مفاعيله. نعم، وهو لو قلت وهو أصبحت ثلاثة متحركات وفي التفعيلات الطويل لا ليس فيه هذا التفعيل في أوله، إنما يكون متحركا ثم متحركا ثم ساكنا، وهو على وزن وهو هذا فعوله بحيث النون، بعدين على ما صبه الله مفاعل وهكذا إلى آخره. طيب وهو بالأفق الأعلى طبعا من سيقول إنه محمد صلى الله عليه وسلم سيقول النبي عليه الصلاة والسلام هو بالأفق الأعلى، وهذا في ليلة الإسراء على هذا المعنى. ولكن المرجح هو الأول حتى لا نفرق بين الضمائر، وسيأتينا أيضا بسط في قوله ثم دنا فتدلى، وبيان احتجاج ابن القيم رحمه الله تعالى بأن هذه الضمائر كلها تعود على جبريل عليه السلام، وجاء بستة عشر وجها في هذا يستدل بها على أن هذا هو الصحيح أو أنه المرجح. والأفق هو في اللغة العربية الناحية، ويقال أفق وأفق كما يقال يسر ويسر ونكر ونكر وعسر وعسر، كل ذلك بالإسكان وبالضم، وهذا جائز أصلا في كل ما كان كذلك يجوز بالإسكان، وما كان ساكنا يجوز فيه الضم أيضا للتخفيف، يجوز فيه الضم للإتباع، وقد يكون لدى بعضهم تخفيفا، الألسنة تختلف، والإسكان أيضا هو تخفيف، تخفيف على الناس في كلامهم، وهو تخفيف أيضا على الشعراء في شعرهم. وجاء هذا اللفظ في سورة في آخر سورة فصلة، يقال لها أيضا حاميم السجدة، جاء مجموعا بقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. والأفق الناحية ناحية السماء، قال قتادة هو الموضع الذي تأتي منه الشمس والذي تطلع منه الشمس. كلمة أفق شيخنا هي جمع أو مفرد؟ لا هو مفرد، وبعضهم قال إنه إنه مؤنث على معنى الناحية، هو مفرد مذكر، وبعضهم قال إنه مؤنث والمراد به الناحية، وأظن أنني قرأت أنه يكون جمعا والآفاق جمع الجمع. طيب نثبت هذا إن شاء الله في الحلقة القادمة. يعني مثل أسرة أسرة وأسر وما شابه، يعني هي كلمة تدل على الجمع، يعني مثل بدن، يعني بدنه وبدن، مثل بدن أفق الأفق أو كتب الكتاب. نعم، لكن من يقول بفوق أنها تجمع على أفق يصح؟ فوق؟ أي من يقول بفوق تجمع على أفق؟ لا 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 بعيدة، فوق ظرف لا تجملنا. طيب ليس نعم. طيب إذن هذه تشير الشيخ الأفق إلى الناحية، لكن الناحية العلوية. نعم، الناحية الجانبية التي تكون في السماء علوية طبعا بالنسبة للأرض لا شك. نعم. طيب ما مغزى أو ماذا تفيد كلمة الأعلى إذا كانت الأفق هنا تدل على المكان العالي؟ هو يعني في أحيانا صفة يقال لها صفة كاشفة، يعني هي صفة مبينة لهذا،
ليست يعني قيدا، إنما هي صفة كاشفة، مثل كان تقول يعني مثلا الكعبة السوداء اللي هي دائما سوداء بلون أسود، فهو صفة كصفة لازمة، ولا يلزم أن يكون هنالك ما هو أدنى. ولكن الآفاق أيضا مختلفة، ففيها أفق أعلى وفيها أعلى مما هو أعلى، يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون هذا، في أفق أعلى وفي أفق أعلى من ذلك، فهي نواحي وجوانب، يمكن أن تكون صفة كاشفة، يمكن أن تكون صفة مقيدة. طيب، نعم، إذن هذا هو معنى قوله وهو بالأفق الأعلى. ثم قال سبحانه: ثم دنا فتدلى. ثم حرف عطف يفيد العطف والترتيب والتراخي، أو يفيد الترتيب مع التراخي أو مع المهلة كما قال ابن مالك، والفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب انفصالي، فهي تفيد المهلة، والمهلة هذه نسبية أو التراخي نسبي، قد يكون بين الشيء والشيء زمن يسير، قد يكون زمنا طويلا، أن تقول أرسل الله نوحا ثم إبراهيم وبينهما زمن طويل. والفاء أيضا عاطفة، والآية فيها أيضا شاهد على ثم وعلى الفاء، وفيها ما يفيد أن التدلي كان بعد الدنو مباشرة، بخلاف ثم دنا فتدلى، فإنه يعطف هذا على استوى وهو بالأفق الأعلى، لأن وهو بالأفق الأعلى هذه جملة حالية التي تقدمت، الجملة حالية الحالية يأتي جملة ويأتي مفردة، نعم، قال الخبر، قال ابن مالك: وموضع الحالي تجيء جملة جاء زيد وهو ناوي الرحلة، أو جاء زيد وهو يضحك أو هو راكب أو نحو ذلك، هذه جملة حالية. فالفاء عاطفة هنا وتفيد شدة القرب بين الدنو والتدلي. إذن المعنى أن جبريل عليه السلام بعد استوائه بالأفق الأعلى دنا من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى، أي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي. هذا هو القول القريب الواضح، وكل تكون الضمائر من وما إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى جبريل، ذو مرة جبريل، فاستوى جبريل وهو جبريل بالأفق الأعلى، ثم دنا جبريل فتدلى جبريل فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى أيضا جبريل إلى عبده، إلى عبد الله الذي هو رسول الله، ما أوحى جبريل، كله هذا يعود إلى جبريل من غير أن نفرق بين الضمائر، لأن التفريق بين الضمائر دعوة ولا بد أن يكون عليها دليل. نعم، فلا نلجأ إلى ذلك إلا بدليل، يعني من الأشياء التي يمكن يعني فيها قرينة مثلا أحيانا تدل على هذا المعنى، ولكن مع ذلك يمكن أن يكون تكون الضمائر أيضا متحدة. قوله سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. طيب، هنا القرينة تسبحوه، تعزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسبحوا الله، لا سيما أنه جاء في الآية: تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ويمكن أن يكون المعنى على معنى تنزه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي لا تليق به، هذا تسبيح معناه التنزيه، وبعضهم عكس وقال لا، بين المعنى لتؤمنوا بالله ورسوله، طيب، وتعزروه أي تعزروا الله أي تنصروه، وتوكروه أي تعظموه، وتسبحوه أي تقدسوه، وهو الله، وهذا قول جيد جدا.
والقرآن حمال أوجه. سبحان الله. نعم. فهنا ثم دنا فتدلى، هذا قول. هناك قول عن ابن عباس رضي الله عنه أن المعنى أن الله تبارك وتعالى دنا محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى. هذا يروى عن ابن عباس ولا أدري ما صحته. أصل التدلي النزول إلى الشيء حتى يكون قريبا منه، واستشهد على ذلك بقول لبيد: فتدليت عليه قافلا وعلى الأرض غيابات الطفل. والمعنى أنني قربت منه، تدليت نزلت إليه شيئا فشيئا، والطفل هو آخر النهار حينما تدنو الشمس من الغروب. وهنالك قول أن المعنى أيضا عن ابن عباس أن الرفرف رفرف يعني خطب بالنبي صلى الله عليه وسلم تدلى لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. ومنهم من قال قال معنى آخر، وهو أن هنالك تقديما وتأخيرا، وهذا قول الفراء، أن المعنى تدلى فدنا، وأن الفاء ها هنا بمعنى الواو، هكذا قال. وحينما تكون الفاء بمعنى الواو يجوز أن تقدم الفعل وأن تؤخره، فتقول مثلا: أكرمني فأعطاني. والمعنى أن الإعطاء هنا هو من الإكرام، فلو قلت أعطاني فأكرمني لكان ذلك صحيح. أنت قلت أكرمني فأعطاني، ما المانع أن تقول أعطاني فأكرمني؟ الإعطاء إكرام والإكرام إعطاء في مثل هذا، فإن الإكرام عام، فكل إعطاء إكرام وليس كل إكرام من إعطاء. نعم، تكون تفسيرية شيخ أيضا، يعني إذا قلنا أكرمني فأعطاني يعني تكون نعم بيان، يعني بيان للإكرام. نعم، أنه كان بالعطاء. فهنا يعني أن يقول المعنى تدلى جبريل ودنا، هذا يقول الفراء، لأن الدنو هو كان بعيدا ثم بعد ذلك قرب منه. فهل الدنو أولا أم التدلي؟ إذا أراد أن يقرب منه يتدلى أولا أي ينزل، فإذا نزل دنا منه فكان قريبا منه. ولهذا قال هذا القول، وهو لا بأس به حيث المعنى، لأنه يفسر الواقع، وأيضا هو ضروري، يعني ضروري بمعنى أن الدنو لا يكون إلا بعد التدلي، تدلى فدنا منه. طيب. طيب. أو على المعنى الذي ذكرناه، أنه كما ذكرت يعني أنت وقلت أنه للبيان، يعني هو تدلى ثم دنا فتدلى، هو كالبيان له أن هذا الدنو كان بالتدلي. طيب. ونعم، وقال الجرجاني فيه تقديم وتأخير، معنى أن الأصل تدلى فدنا، لكن فرق بينه وبين قول الفراء، هذا يرى أنه فيه تقديم وتأخير. ذلك يقول أنه من باب الجواز، يجوز فيما كان كذلك إذا كان الفعل بمعنى الفعل الثاني بمعنى الفعل الأول، مثل أيضا شتمني فأساء، لك أن تقول أساء فشتمني، هذا إساء وهذا شت، كله من باب واحد. طيب. فكان قاب قوسين أو أدنى. طيب الآن فقط أنا أريد أن أذكر الأقوال أو الأوجه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو
طيب. هو ابن القيم. نعم. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، قبل هذه الأقوال نأخذ فاصل قصير لثوان قليلة ثم نكمل إن شاء الله وإياكم هذا الدرس. طيب. جزاكم الله خيرا. أضواء البيان، تحليل وتدقيق للغة العربية بكل تفاصيلها وقواعدها وأوجهها. حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى إلى أضواء البيان مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العزيز ابن علي الحربي، رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية في مكة المكرمة. حياكم الله أبا محمد مرة أخرى. مرحبا، حياكم. أهلا بكم. توقفتم شيخنا عند قول الله عز وجل ثم دنا فتدلى من سورة النجم، وأتيتم إلى شيء من الأقوال فيما يعنى بهذه الآية لعلكم تكملون هذا الدرس يحفظكم الله. نعم، ابن القيم رحمه الله تعالى على عادته إذا تبنى قولا فإنه يأتي بالأدلة الكثيرة القوية في كثير من الأحيان على ما يقول، وربما جاء على مستدلا على المسألة بأكثر من 100 وجه، وحتى يجعل الإنسان يعني يحار، لكن إذا تكافأت الأدلة، فهو كاستدلاله مثلا على المجاز وأنه ليس بصحيح، يعني جاء بوجوه كثيرة لا أتذكر كم العدد الذي ذكره، وكذلك في فناء النار جاء ب27 وجها فيما أظن، وكذلك مثلا في هذه 16 وجها، وهكذا وهو في هذه الاستدلالات التي ذكرها هنا محق، ويكفي فيها أن الضمائر متحدة هنا ولا دليل على ما يوجب التفرقة بينها. يعني وكأنك شيخ بدأت ترجح ما يذهب إليه عطفا على ما يستند عليه من الأدلة. نعم نعم، طيب خير إن شاء الله. وأيضا ما ذكرناه في أن الضمائر تعود إلى جبريل عليه السلام، هو في كتابه مدارج السالكين وهو شرح على منازل السائرين الهرري ذكر قول الشيخ ثم دنا فتدلى، الشيخ إسماعيل الهرري في وقته الهروي، أنا قلت الهرري أخطأت، لا الهروي، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، قال كأن الشيخ فهم من الآية أن الذي دنا فتدلى فكان من محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى هو الله عز وجل. قال وإن كان هذا قد قاله جماعة من المفسرين فالصحيح أن ذلك هو جبريل، فهو الموصوف بما ذكر من أول السورة إلى قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وهذه الرؤية التي جاءت هنا هي رؤية لجبريل وليست رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، إنه سئل عن ذلك فقال نور أن أراه، وبينت عائشة أنه لم يره، قالت قف شعري من مثل هذا، وردت على من قال غير ذلك. وأما هذه الرؤية التي جاءت في هذا أنه رآه مرتين ولقد رآه نزلة أخرى هناك ولقد رآه بالأفق المبين، هذا كله لجبريل عليه السلام، وأنه رآه على خلقته التي كان عليها، لأن هذا من العجيب أن ترى صورته في تلك الخلقة العظيمة، لهذا قال ذو مرة فاستوى. فقال إن لفظ القرآن لا يدل على غير ذلك، وهو أن الضمائر كلها تعود على جبريل، لفظ القرآن يدل على ذلك من وجوه، أو لا يدل على غير ذلك من وجوه، أحدها أنه قال علمه شديد القوى، وهذا جبريل الذي وصفه بالقوة في سورة التكوير بقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، هذا يعود إلى جبريل. ثانيا أنه قال ذو مرة أي هو حسن الخلق وهو الكريم في سورة التكوير، أو حسن الخلق لأنه يناسب الكريم في
في قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ثم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم بمجنون، فالكلام كان عن جبريل. الثالث أنه قال فاستوى وهو بالأفق الأعلى، وهو ناحية السماء العليا، وهذا استواء جبريل بالأفق. وأما استواء الرب جل وجل وعلا جل جلاله فهو على عرشه، الاستواء هذا بالأفق الأعلى وليس على العرش. طبعا هذا الكلام كله رد على من قال إن المراد ثم دنا فتدلى، الله دنا المولى سبحانه من جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى، ليس كذلك، الضمير يعود إلى جبريل. طيب. ثانيا رابعا أنه قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فهذا دنو جبريل وتدليه إلى الأرض فتدلى حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الدنو والتدلي لأنه جاء أن رب العزة دنا فتدلى في حديث المعراج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان فوق السماوات، هناك دنا الجبار جل جلاله منه وتدلى، فالدنو والتدلي في الحديث غير الدنو والتدلي في الآية وإن اتفقا في اللفظ، فهذا شيء وذلك شيء، ذلك جاء في الحديث. الخامس أنه قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، والمرئي عند السدرة هو جبريل قطعا، عند السدرة والسدرة أين هي وأين العرش، وبهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعائشة ذاك جبريل حينما سألته عن هذا. السادس أن مفسر الضمير في قوله ولقد رآه وفي قوله ثم دنا فتدلى، أو مفسر الضمير قوله فاستوى وقوله وهو بالأفق الأعلى واحدة، فلا يجوز أن يخالف بين الضمائر إلا بدليل. السابع أنه سبحانه ذكر في هذه السورة الرسولين الكريمين الملكية والبشرية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، ونزه البشرية عن الضلالة فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، والملكي عن أن يكون شيطانا قبيحا ضعيفا فقال هو قوي كريم حسن الخلق إن ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى إلى آخره. صحيح. يعني نعم. فهذا وما في سورة التكوير سواء كما قلنا، ولا أقسم بالخنس الجوار الخنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، حتى مكين تفيد شديد القوى وأنه ذو مرة. الثامن أنه أخبر هناك أنه رآه بالأفق المبين في سورة التكوير، ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب الضنين، وها هنا رآه بالأفق الأعلى وهو واحد وصف بصفتين فهو مبين وأعلى، فإن الشيء كلما علا بان وظهر. التاسع أنه قال ذو مرة، والمرة الخلق الحسن المحكم، فأخبر عن حسن خلق الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق الخبر كله عنه نسقا واحدا. العاشر أنه لو كان خبرا عن الرب لكان القرآن قد دل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه مرتين، مرة بالأفق ومرة عند السدرة، ومعلوم أن الأمر لو كان كذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وقد سأله هل رأيت ربك، قال نور أن أراه، أبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه هل رأى فقال نور أن أراه، هذا أقوى من قوله ما رأيت، أنه جاء على صورة الاستفهام أن أرى، يعني كيف أرى نور لا أن يرى. سبحان الله. نعم. فكيف يقال رآه مرتين ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أراه، وهذا أبلغ من قوله لم أره، لأنه مع النفي يقتضي الإخبار عن عدم الرؤية فقط، وهذا يتضمن النفي وطرفا من الإنكار على السائل، كما إذا قال رجل هل كان كيت وكيت فقال كيف يكون ذلك. الحادي عشر أنه لم يتقدم للرب جل جلاله ذكر يعود الضمير عليه، هذا السياق، والنجم إذا هو ما ظل صاحبكم وما هو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، كلها فليس للرب ها هنا يعني السياق طبعا إلا على ذلك القول الذي
أن فاستوى فاستوى الله، لكن هذا أيضا يقال فيه ما يقال ها هنا، لأنه أيضا تفريق بين الضمائر، وأنه لم يذكر أيضا الضمير عادة يعود إلى مذكور أو يعود إلى شيء لا بد أن يفهم ضرورة، لا بد، مثل كل من عليها فان، ما جاء ذكر الأرض قبل ذلك، كل من عليها فان يعني تقدم ذكر الأرض لكنه بعيد، والأرض وضعها لنا بعد ذلك، قال كل من عليها فان بعد آيات، بعد آيات يعني خلق الإنسان من صلصال، بعد ذلك رب المشرقين، بعد ذلك مرج البحرين، بعد ذلك بينهما برزخ لا يبغيان، وبعد ذلك وله الجواب، بعد كل من عليها فان، هذا يعني ضرورة، لابد أن يعود الضمير ضرورة بحيث المخاطب يفهم. أصلا لماذا يعود الضمير على مذكور؟ يعود الضمير على مذكور لأن المخاطب سوف يفهم أن هذا الضمير يعود إلى مذكور، فإذا كان يعود إلى معروف أو معهود ضرورة فقد فهم المخاطب، فلا فيكون ذلك سائغا. طيب الثاني عشر أنه كيف يعود الضمير إلى ما لم يذكر ويترك عوده إلى المذكور مع كونه أولى، يعني لماذا الآن عندنا مذكور وعندنا شيء لم يذكر تقول إنه عاد إلى غير مذكور، هذا طبعا تحكم. الثالث عشر أنه قد تقدم ذكر لفظ صاحبكم وعاد عليه الضمائر التي تليق به، ثم ذكر بعد ذلك شديد القوى، وأن يعني معنى هذا الكلام أن الآيات جاءت بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ما ظل صاحبكم وما غوى النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. ثم بعد ذلك قال علمه شديد القوى، تلك الضمائر تعود إلى هذا وتلك الضمائر تعود إلى هذا، نعم. ايه نعم، وليس فيها شيء آخر. والرابع عشر أنه سبحانه أخبر، لعل الوقت لا بأس، الوقت بدأ ينفد، لكن لا بأس في هذه المعلومات فيما يتصل بما سنجل. خلاص نعم، الرابع عشر أنه سبحانه أخبر أن هذا الذي دنا كان بالأفق الأعلى وهو أفق السماء، بل هو تحتها، وقد دنا من الأرض فتدلى من رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، ودنو الرب وتدليه على ما في حديث شريك كان من فوق العرش لا إلى الأرض. الخامس عشر أنهم لم يماروه صلوات الله وسلامه عليه على رؤية ربه، ولا أخبرهم بها لتقع مماراتهم له عليها، ما ماروه في هذا، وإنما ماروه على رؤية ما أخبرهم به من الآيات التي أراه الله إياها، وأخبرهم ولو أخبرهم برؤية الرب سبحانه لكانت مماراتهم له عليها أعظم، كان في جدل أكبر وكان في إنكار أكبر، يدعي أنه رأى ربه، هذا أصعب. السادس عشر وهو الأخير أنه سبحانه قرر صحة ما رأى، وأن مماراتهم له على ذلك باطلة، بقوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان المرئي هو الرب سبحانه وتعالى والمماراة على ذلك لكان تقرير تلك الرؤية أولى، لكنه ما قرر تلك الرؤية، بل قرر أنه رأى الآيات الكبرى، لأن معنى لقد رأى من آيات ربه الكبرى يعني لقد رأى الكبرى من آيات ربه، أو رأى بعض آيات ربه الكبرى، فلم يبين، هو المقام إليها أحوج، لم يبين يعني أن هذه الرؤية لله، ولو كانت لبينها كما بين أنه رأى الآيات. هذا حاصل ما قاله ابن القيم في هذه المسألة، وهو قول قيم وقوي يعني كما نرى، وهو الذي مشى عليه أكثر المفسرين، وهو الظاهر أيضا أن الضمير هنا الشاهد أن الضمير في قوله ثم دنا فتدلى هو جبريل عليه السلام وليس المولى سبحانه وتعالى. جزاكم الله كل خير شيخ عبد العزيز أن بينتم مثل هذه الأقوال فيما يستند إليه علماء هذه الأمة في القرآن العظيم، حتى يتبين للناس فضل هذا القرآن ومضامينه، وألا يعني يلتبس على بعض الناس أو من لديه علم يعني لا تشفع له الأدلة الكافية، حتى يتبين طالب العلم كذلك ومن يعني يستفيد من هذا الكتاب العظيم. جزاكم الله كل خير شيخ، ولعلكم تأذنون بالوقوف عند هذه الآية. نعم إن شاء الله نقف خير. عند هذه الآية ونستعلم خير إن شاء الله. طيب لدي اتصال شيخنا إذا أذنتم. طيب خير إن شاء الله. الأخت أم ضياء، حياك الله يا أم ضياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ، عندي سؤال. تفضلي. ايوه، السؤال الأول بالنسبة لحرفين إلى وعلى، يعني أحيانا يتعدى الشيء اللي ما يتعدى بإلى يكون يعني يدل على الخير، مثل قوله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري إلى الأرض التي باركنا فيها. وبالنسبة لعلى مثلا تدل على مثلا الشر، مثل قوله تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. يعني كانت هذه المعلومة، هذا حسب مفهومي يعني، أنا في نفسي لما ألاحظ يعني إلى وعلى. طب إذا كان هذا الشيء صحيح مثلا، كيف نفسر قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب، وأحيانا إنا أنزلنا عليك الكتاب؟ يعني كيف يكون كذا يعني المعنى؟ خير إن شاء الله. الثاني، السؤال الأول. الثاني، أيوة، بالنسبة للسين والتاء، إذا دخلت على الفعل مدل على الطلب زي الاستغفار، طلب المغفرة. طيب مثلا في قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل، كيف نفهم المعنى؟ أنا أعرف طبعا أبدا لا يمكن الرسل يطلب اليأس يعني أو ييأسوا، بس إيش المعنى يعني المراد في هذه الآية: حتى إذا استيأس الرسل؟ يعني طيب، خير إن شاء الله. الشيخ يعني أتى إلى هذه الآية سابقا، لكن يعني بشرح خفيف، إنما لعلكم شيخنا تأتوني إلى ما ذكرته الأخت مضياء. شكرا لك يا أم مضياء. نعم، هي بالنسبة للأم مضياء سؤالها الأول بنت سؤالها على فهم، لكنه ليس بصحيح. اجتهادي كان يعني. اجتهادي، نعم، ليس بصحيح، لأنها تقول إن إلى بما تبين لها أنها تدل على الخير وعلى الشر، لكن لا، ليس بصحيح. ولهذا الإشكال الذي أوردته في أنزلنا عليك وأنزلنا إليك لا يرد طبعا هنا. إلى بمعنى الانتهاء، الانتهاء إلى الشيء، معنى بمعنى أن الإنسان انتهى إلى ذلك الشيء. أن تقول قرأت من سورة البقرة إلى سورة كذا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأرجو لكم إلى الكعبين، وهكذا. وأما على فهي الاستعلاء، ومعنى في أيضا تأتي، وأيضا تأتي المعنى بعد، لكن على كل حال معناها الملازم لها هو الاستعلاء. طيب، وقد تجي موضع بعد، وعلى كما على موضع عن قد جعل تأتي بمعنى عن، لكن هي بمعنى الاستعلاء. فهو بحسب يعني سيارة. عندك الرحمن على العرش استوى، أنزلنا عليهم، أنزلنا عليكم المن والسلوى، عليكم هذا خير، المن والسلوى. فممكن تكون في العذاب: سخرنا عليهم، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. فالإنزال إلى يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم روعي فيه هنا الانتهاء إليه، والإنزال على هنا روعي فيه معنى الفوقية، معنى أنه نزل على 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 قلبه، يعني أوحي إليه ونزل القرآن على على قلبه. فهنا إذا وعلى يتحاقبان بهذا المعنى. طيب. أما الشيء أتى، أما السين والتافة، نعم في الأصل للطلب، ولكنها قد تتخلف في بعض الأفعال مثل استجابة بمعنى أجابة، فهذه ليست معنى طلب. وأما في استيأس فهي بمعنى الطلب: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. والمراد أنهم طلبوا، أنه بلغوا مبلغا، كأنهم بلغوا مبلغا يطلب فيه الإنسان اليأس، فيعني قربوا من ذلك. أو بمعنى استيأس الرسل، أي يئسوا من إيمان قومهم. وهذا على حقيقته واضح ولا يحتاج إلى تأويل. ما التأويل والإشكال بعد ذلك في: وظنوا أنهم قد كذبوا، هذا محل يعني معركة لدى العلماء، وآية حار فيها كثير من العلماء، وفيها أكثر من عشرة أوجه، وأحسن
أحسنها أن المعنى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا من قبل قومهم في قولهم آمنا بكم، لأن معنى كذبوا أنه كذبهم من أخبره، أن فلان مكذوب أو الصادق المصدوق، صادق صادق والمصدوق من صدقه من أخبره، والمكذوب من كذب عليه من أخبره. فهنا المخبر هو الله أو الذي أخبرهم هو الله، فهل خطر ببالهم أنهم كذبوا من قبل الوحي أو تخلف وعد الله؟ يمكن أن يكون على سبيل الخاطر، لكن القول الذي ذكرته هو الأحسن في هذا، وبينته في توجيه مشكلة القراءات. جزاكم الله خيرا. أيضا الظن الشيخ له معاني في مثل هذا الموضوع. والظن له معاني، نعم، لأنه الظن أحيانا يأتي بمعنى مجرد الشك ليس على المعنى الاصطلاحي الأصولي. فالظن في اللغة العربية معنى أعلى درجات الظن الذي يقرب من الاعتقاد، كقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وحان يكون يصل إلى درجة الوهم. فبمقتضى البشرية، لأنهم بشر، قد يكون قد خطر ببالهم شيء من ذلك بسبب ما هم فيه من ضنك ونصب وتعب وطول مدة ونحو ذلك وطول انتظار، خطر ببالهم شيء من هذا ولم يعبروا عنه ولا يؤخذون بذلك. نعم. طيب. فهذا هو المعنى والله أعلم. جزاكم الله كل خير شيخنا. بقي أمامي يعني ربما دقيقة ونصف، إذا استطعنا أن نأخذ فيها كلمة من الكلمات المنتشرة من أغلاط العامة وتصويبونها يا شيخ. في عندنا قسم التدقيق اللغوي بالمجمعي عادة يذكر أشياء مثل هذه ويذكر الأخطاء اللغوية الشائعة، من ذلك مثلا قولهم استلم الجائزة. صحيح، تسلم الجائزة، لأن استلم الشيء، استلم الحجر بمعنى أنه لمسه. طيب. لمس الحجر. وكذلك مثلا قولهم في يعني طيب عفوا، ما الفرق إذا كان كذلك؟ في فرق طبعا، تسلم تناولها، وأما استلم فمجرد لمس، اللمس فقط يعني. نعم. هي طيب. وضح الفرق. ويقولون لثة مريضة مثلا، يقولون لثة، هذه لثة تعبانة أو مريضة أو شيء، صواب لثة بدون على تشديد على نعم، على وزن عدة بدون تشديد الثاء، تكون مهملة. نعم. ويقولون حنجرة الطفل، حنجرة، والصواب حنجرة بفتح الحاء وليس بضمها. ويقولون أيضا في الخرطوم، الذي هو الخرطوم الفيل وخرطوم الأنف أيضا، والخرطوم عاصمة السودان، يقول الخرطوم، الصواب الضم، الخرطوم في هذا كله، الخرطوم حتى العاصمة عاصمة السودان الخرطوم، كما نزلت القرآن يعني، كما نزل في القرآن في شأن الخرطوم الذي هو الخرطوم الذي هو الأنف. نعم. اسمه على الخرطوم وضم الخاء. طيب. نعم. ويقولون أيضا شهر حزيران، يقولون الصواب معنا طبعا لفظة عجمية لكن ضبطها حزيران وليس حزيران. لماذا؟ هكذا سمعت. أي هكذا خلقت، نطق بها القوم هكذا حزيران، فليس لنا أن نضم الحاء. نعم. انتهى الوقت يا شيخ، لكن عندي سؤال حول أي، هل يمكن أن نؤنث أي؟ أي؟ نعم ورد ذلك. أندخل أية علامات أو كذا. نعم. يصح نعم. ذلك. مسموع نعم ومنقول عن العرب. خير إن شاء الله. نعم حياكم الله. بارك الله فيكم شيخنا، والكلمة الأخيرة لكم، يحفظكم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم وأن يرزقنا الفهم عنه في كتابه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يسلمك. شكر الله لكم يا شيخنا الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العزيز بن علي الحربي، رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية في مكة المكرمة، وأستاذ علم القراءة والتفسير بجامعة أم القرى. شكر الله لكم يا شيخنا، وأنتم مستمعينا الكرام الشكر موصول لكم على طيب المتابعة والإنصات. موعدنا يتجدد وإياكم بإذن الله في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. حتى ذلك هذه أطيب تحية مني محمد القرني وأخي ياسر عبد الله زيدان من الإخراج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أضواء البيان، البرنامج يكشف عن أسرار العربية والبيان من خلال القرآن الكريم وكلام البلغاء، كما أنه ينبه على بعض الأغلاط الشائعة ويعرض إلى طائفة من الفتاوى اللغوية. أضواء البيان يأتيكم مباشرة الخميس عند الرابعة عصرا. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.